أهلاً وسهلاً أعزائنا المشاهدين متابعينا على شاشة القناة الثالثة من خلال تلفزيون الكويت، مستمرين معاكم في برنامج استديو الرياضة. هذا البرنامج اللي عودناكم من خلاله بأن نتنوع ما بين الرياضات المختلفة سواء الفردية أو الجماعية. إنجازات أبطالنا في الألعاب الفردية وأيضاً الجماعية بتحضر في هذا الاستديو من أجل دعمهم ومواصلة الإنجاز من أجل بلدنا الكويت الحبيبة. كذلك يمكن وإحنا قادمين لهذا الاستديو اليوم، الأمطار يعني ما شاء الله قاعد تمطر على بلدنا الكويت الحبيبة. ولكن قبل أن نبدأ الحلقة مسي عليك أختي شيماء وأقول لك مساك الله بالخير ومبارك الأمطار مرة أخرى. طبعا أكيد مساك الله بالنور زميلي غريب، وأيضا كالعادة نمسي عليكم مشاهدينا الأعزاء في برنامجنا دائما اللي يتميز في نقدر نقول هذه الفقرات والترندات الرائعة وضيوفنا المميزين. وطبعا الفترة القادمة إن شاء الله راح نتحاور ونتناقش في أمور خليجي 25. مثل ما أنتم عارفين هذه التحديات نقدر نقول التحديات الودية بين الدول الخليجية، راح تكون تحديات رائعة، تجمعات مميزة. يمكن وايد ناس افتقدوا كأس العالم بالذات بالخليج، الحين راح يتجمعون مرة ثانية، يجتمعون نقدر نقول خصوصا في دخول أيضا اليمن والعراق، فراح تصير فيها نقدر نقول تحديات ودية إن شاء الله. فعلا تحديات ودية مثل ما تفضلتي، لأن اللحمة الخليجية تطغى على هذه البطولة. هناك يعني نقول ود وأيضا نقول فرصة للالتقاء في أبناء العمومة وأيضا الأشقاء في دول الخليج والاستمتاع في فن الكرة، وبعيدا عن الضغوطات نقول دائما يكون هذه البطولة داخل الملعب يكون هناك المنافسة شيماء، خارج الملعب يحضر الود ما بين اللاعبين والجماهير. لكن مثل ما أنت تفضلتي كأس العالم كان شاغل الناس وفرحانة بأنه موجود في دولة قطر، وبالنجاح الباهر اللي شفناه أيضا العراق متشوقة لهذه البطولة من عام 1979 ما استضافت بطولة كأس الخليج، الآن متشوقين لهذه البطولة وهم يعني كجماهير متشوقين لهذه البطولة، نقدر نقول متعطش لهذه الأمور أيضا. يعني كفقد صار وصارت هذه الأحداث نقدر نقول المتميزة في حضور الشعب الخليجي وأيضا الحضور الشعب العراقي، وشفنا يمكن الضيافة مو غريبة عليهم، كانت ضيافة جدا جميلة. يعني أنا من بعض الفيديوهات اللي شفتها الصراحة تميزوا في هذه الضيافات، خصوصا لما شفنا دخول الجمهور الكويتي لهم، واحنا اخوه واحنا يعني نقول ايد بايد، فحبيت هذه الكلمات كانت يعني تنطلق منهم هذه الكلمات سواء الشاب الكويتي او الشاب العراقي. وايضا حبيت ايضا ابارك للشعب الكويتي على الامطار الرائعه الشتويه اللي قاعد نشوفها ومستمره يمكن ليومين لقدام. يعني دير بالكم وانتم تسوقون السياره، خصوصا يعني الهواتف النقال لا تمسكونها وانتم تسوقون، ربطوا حزام الامان مثل ما انتم عارفين. يعني هذه من الشغلات اللي تسبب حوادث، يعني الله يكافينا الشر ان شاء الله. فعلا شيماء هذه الامور يفترض ان كل من يكون في قياده سيارات ان ينتبه عليها. اكثر الحوادث تاتي من اللي يلها من خلال نقول الاتصال او مشاهدته للتليفون، لكن يبين لك تعطش الجمهور الخليجي حقيقي. بالامس ما هي مباراه، حضور كريستيانو رونالدو الملعب مع نادي النصر في مرسول بارك، شفنا جمهور يملأ الملعب ترحيب بالسي ار 7، ويمكن يعني حلو ان خلوه يتكلم حتى بالعربي، انا عالمي زين، لكن يبقى حب كره القدم في الخليج موجود. لكن شيماء يبقى ايضا برنامجنا وما يعني يحتوي من فقرات، خلينا نشوف اولى فقراتنا ونعود مع ضيوفنا الكرام. يقود منتخب الكويت أيضا البرتغالي روي بينتو، واللي تعاقد مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم في نوفمبر الماضي، لتكون خليجي 25 هي أول مهمة رسمية له مع المنتخب الكويتي. الأرجنتيني رودولفو أروا بارينا المدير الفني لمنتخب الإمارات، واللي تولى مهمته في فبراير 2022 بحيث شارك خليجي 25 في ظهور الخليجي الأول مع منتخب الإمارات.
سعد الشهري المدير الفني للمنتخب السعودي اللي يخوض منافسات هذه البطولة بتشكيلة يغلب عليها العناصر الشابة في ظل غياب لمعظم عناصر المنتخب السعودي الأول اللي شارك في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر. بحيث يتواجد ثلاث مدربين يحملون جنسية المدرسة الكروية الأوروبية، يتقدمهم البرتغالي هاليو سوزا مدرب منتخب البحرين حامل لقب النسخة الأخيرة خليجي 24 واللي شارك في نسخته الثانية على التوالي من كأس الخليج مع منتخب البحرين. برونو بينيرو المدير الفني لمنتخب قطر واللي شارك أيضا في هذه البطولة بتشكيلة بعض عناصر المنتخب الأول اللي شارك في نهائيات كأس العالم 2022. خيسوس كاساس المدير الفني لمنتخب العراق مستضيف البطولة واللي عمل مدربا مساعدا لمنتخب إسبانيا الأول خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2022 واللي تولى مهمته في نوفمبر الماضي. برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للمنتخب العماني هو أكبر المدربين سناً في البطولة وهو صاحب خبرة تدريبية كبيرة ويعرف الكرة الخليجية جيداً من خلال توليه مسؤولية تدريب عدد من الأندية الخليجية على مدار السنوات الماضية. فيما يعد الجيكي ميروسلاف سكوبا المدير الفني لمنتخب اليمن وهو أحدث المدربين المنضمين إلى خليجي 25 بحيث عاد لتولي مسؤوليته في ديسمبر الماضي وسبق إنقاذ منتخب اليمن خلال عامي 2014 و2016. مشاهدينا رجعنا لكم من بعد ما شفنا الترندات المخصصة، نقدر نقول ترندات مميزة عن 25 خليجي 25. غير هذا عندنا ضيف دائما نتعود أن ناخذ منه المناقشات الخاصة عن هذه الترندات الرياضية. نرحب فيه بالبداية الدكتور حمد الطيار، حياك الله. الله يحييك، سعيد جدا بتواجدي، وراح أتكلم كده اليوم عن أمور كثيرة. نعم، وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة فيك يا سلام مشاهدينا. دكتور حمد، في البداية يمكن دائما نشوف يعني نقل الثقافات من خلال الرياضة. اليوم نشوف بالأمس قدوم كريستيانو رونالدو لنادي النصر، احتفالية في مرسول بارك يعني وجود اللاعب، أيضا كأس العالم كان في قطر. هل هذه ممكن كبداية نحن نقول راح تعطي أهمية للإعلام العالمي بأن يتابع كأس الخليج، يشوف كأس الخليج؟ كان إنه أيضا هناك منتخبين، منتخب قطر منتخب المملكة العربية السعودية متواجد في كأس العالم، هل راح يكون في يعني نقلة للبطولة؟ نعم، يعني هو بلا شك الرياضة هي بوابة كبيرة لكثير من الأمور، حتى لها علاقة في الجوانب السياسية. نشوف إن كثير من الأبواب حتى اللي لاعبين عالميين، جورج ويا أصبح شخص مؤثر في ليبيريا، تكلم على شيفتشينكو كذلك. نعم. فالرياضة هي بوابة كبيرة لأمور كثيرة في العالم، ولما نشوف حتى في منتخبات عالمية ما عرفناها إلا من خلال الرياضة. برازيل مثلا في عدة لاعبين، عدة نجوم، فتكلم على الرياضة هي بوابة كبيرة لنقل الثقافة ولنقل كثير من الأمور لها علاقة في البلد نفسه. لما الحين تفضلت تكلمت عن كأس العالم الموجودة في الدوحة، نقل ثقافة كبيرة حتى في عادات التقاليد لشعوب نحن في الخليج وفي الوطن العربي، نقل الثقافة هذه للجماهير اللي أتت لمشاهدة كأس العالم وأثر بشكل كبير على مثل هذا الجمهور، نقل ثقافات كبيرة لهؤلاء الجماهير. الآن طبعا كريستيانو رونالدو أكيد جذب كثير من وسائل الإعلام لمعرفة الشؤون اللي له علاقة بالمملكة العربية السعودية. مثل الأمور هذه بلا شك تؤثر بشكل أو بآخر، حتى جلب يعني مباريات واستقطاب مباريات عالمية. نعم. كأس السوبر الأسباني، بطولات كأس القارات، البطولات هذه لما يتم جلبها إلى بلداننا أكيد تنقل ثقافات، تنقل يعني كثير من الأمور لها علاقة في العادات والتقاليد في شعوبنا. نعم صحيح، أنا معك بهالشغلة، ولكن خلنا ننتقل مثل ما أنت شفت يعني قبل شوي كانت عندنا بعض الهاشتاجات ترند المخصصة عن المدربين لمنتخب مثلا العراق، نقدر نقول العمان، اليمن، لكن في مدرب لفت نظري هو يعني من أحدث المدربين اللي ماسكين المنتخب اليمني، فكلمنا عن هالموضوع. نعم، يعني يمكن اكيد هي يعني كاس الخليج يعتبر بوابه كبيره لنجاحات كثير للمدربين. نعم. وفشل المدربين، ونتكلم عن امثله صارت معنا احنا في الكويت. نعم. لما نتكلم مثلا مدرب مثل ميلان ماتشالا، مدرب نادي كابما واشرف عدرب منتخب الكويت، الانطلاقه مالته كانت في كاس الخليج 13،
خلينا الاول المدرب كان ما شاء الله بعدها كاس خليج 14 نعم. هو المدرب وتمت انطلاقه ويعني بزوغ نجم ما شاء الله مع منتخبات وطنيه وصار له فرصه ينتقل الى الامارات الى السعوديه صحيح. الى كثير من الامور ففتحت له بوابه كبيره للمدرب للعمل. على النقيض من ذلك نتكلم واحد من افضل المدربين اللي مروا في تاريخ الكره الكويتيه وهو المدرب بيرتي فوكس نعم. مدرب منتخب المانيا ماخذ نعم. مع منتخب المانيا الذهبيه في بطوله اوروبا فالسي في ماله يعتبر عالي جدا ويعتبر يعني مدرب عالي جدا بالنسبه لنا كالكويت. اتى ودربنا في كاس خليج 15 وانا كنت موجود معاه في كاس خليج 15 اجينا في السعوديه وكانت البطوله هذه نهايه المدرب نعم. خلاص يعني المدرب نعم. هذا كان لا فرصه كبيره ولكن يعني السي في ماله ما شفع له كاس خليج. كاس خليج لا يعني كثير من الضغوط الاعلاميه لا حسابات مختلفه لا ظروف مختلفه حتى بعدها كاس خليج 16 باولو جزار كاربجاني مدرب منتخب باراغواي في كاس العالم في 98 اللي مباراه شهيره فرنسا وباراغواي اللي سجل فيها الهدف الذهبي لرابلا نعم. فهو كان مدرب منتخب باراغواي لاعب كبير في البرازيل فمدرب سي في ماله ثقيل. كاس خليج 16 كان هو مدرب منتخب الكويت وانتهى بكاس الخليج فنتكلم كاس خليج الضغوط اللي فيها عاليه جدا صحيح فتكون فرصه لانطلاقه المدربين مثل ما ان شاء الله نعم. وفرصه لنهايه المدربين وان كان السي في مالهم عالي مثل بيرتي فوكس وكاربيجاني كاس خليج 15 كاس خليج 16 ونهايه المدربين نعم. السي في عالي وعندهم يعني رصيد من الانجازات ولكن كاس خليج كان نهايه هؤلاء المدربين فكاس خليج هي فرصة كبيرة يا انطلاقة مدرب نعم. أو يعني نهاية مدرب نعم. إذا نتكلم أيضا عن ما أتى في وسائل التواصل وأيضا في الترند يمكن المنتخب السعودي بعنوان العمل يتواصل نعم. عنوان كان وضع بوست للمنتخب السعودي عبر الانستغرام استعدادا لبطولة الخليج. كان هناك معنا أحد نقول الإعلاميين السعوديين فهد الجلعودي نعم. كان تعليق أنه هذا رديف الرديف نعم. ما هي فرصة تشوفها أن اللاعبين خصوصا فرصة أنه يثبت نفسه بأن يكون بالفريق الأساسي للاستحقاقات ما بعد الخليج؟ أكيد يعني هي فرصة لانطلاقة لاعبين كثر يعني وفرصة لبروز نجوم كثر فنتكلم بطولة هذه تعطي فرصة للجميع أن يشاهد اللاعب عن كثب ويشوف اللاعب ويشوف إمكانياته ويشوف قدراته في اللعب فهي بوابة كبيرة وإن كان رديف الرديف وإن كان الفريق الرديف وإن كان الفريق الأول هي فرصة للاعب في كيفية تحقيق أهدافه الشخصية في أنه يكون يعرف وين رايح طموحه نعم. إذا كان طموحه يلعب في ليفل عالي أو في 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 أماكن عالية هذه البطولة فرصة له كبيرة خصوصا في انشغال كثير من البلدان في بطولاتها المحلية مثل الدوري السعودي الآن سوف ينطلق بعد توقف في كأس العالم الآن سوف ينطلق نعم. لاستحقاقات كثيرة آسيوية ومحلية فلن تتوقف البطولات نعم. الدوريات في البلدان سوف تستمر فلذلك الفرق تشارك في بعض اللاعبين اللي اعطاهم فرصه اكبر لبروز نجومهم وفرصه لمشاركتهم في المنتخبات الوطنيه الاولى. نعم وايضا نقدر نقول في حساب في الانستغرام يمكن شفنا مقتطف مختصر عن نشر الاتحاد القطري لكره القدم قائمه العناب المشاركه في البطوله. نعم. فخلنا نتكلم عنها. نعم يمكن المنتخب القطري الشقيق يمكن فقط عده لاعبين لن يتم جلبهم بعد كاس العالم ولكن هي فرصه لشفت القائمه النهائيه للفريق فاعتقد هي فرصه كبيره لتعويض الصوره السيئه اللي ظهر عليها في كاس العالم خصوصا ان الامال كانت معقوده هو بطل نعم. اسيا والفرصه والامال كانت معقوده الفريق يقدم مستويات افضل مما قدم ولكن قدم صوره سيئه امانه للمنتخب القطري الشقيق الان فرصه كبيره لهم لتعويض الصوره السيئه اللي قاموا فيها في كاس العالم فيكون لهم فرصه في كاس الخليج ان يقدمون الصوره ايجابيه ويكون لهم فرصه لاخذ اللقب. هل نقدر نقول اللوم يعني يمكن يكون من تكتيك المدرب وطريقة التدريبات؟ المدرب الآن طبعا خلاص تم الاستغناء عنه بعد يمكن سنوات قضاها مع المنتخب القطري وقادهم لنجاحات كثيرة نعم. ولتطوير كثير من المستويات ولكن كان التارجت كأس العالم والتارجت ما أتى بثمارة وما كانت نتائج حسب المطلوب فلذلك تم الاستغناء عن المدرب الآن طبعا بحلة جديدة بمدرب جديد بأسلوب جديد نعم. أكيد بلا شك الفريق يطمح ويعني كل هدف أن يكون متواجد بشكل أكبر نعم. في ضمن الناس او الفرق اللي حاصله على كاس الخليج فننتظر ونشوف وين رايح قطر في هذه البطوله. دكتور حمد يمكن مثل ما تفضلت فيما يخص المدربين مثل ما هي فرصه انطلاقه في بعض الاحيان تكون اخفاقه المدرب نعم. اخفاق المدرب يكون بالبطوله هذه صحيح. لكن يمكن احنا من الاسماء اللي حصل على كاس العالم فيليب سكولاري كان مدرب منتخب الكويت خليجي 10 ونادي القادسيه بعد ذلك نشوفه مع 2002 مع منتخب البرازيل كاس صحيح. العالم صحيح. ف نتكلم عن المدربين خاصة أن المدرب المنتخب السعودي هو الوحيد اللي يدير منتخب من الجنسية السعودية البقية أجانب
ما تشوف في فرصة صارت للمدرب نقول الخليجي بأن يكون أيضا فرصة أنه يخرج برا؟ بلا شك، هي قلت لك هي بوابة وفرصة كبيرة لكثير من المدربين لانطلاقتهم ولبروزهم في بطولات كبيرة. تفضلت فيه طبعا أكيد فيليب سكولاري، واحد من أفضل المدربين اللي درب منتخب برازيل وخذ وياهم الذهبية، ودرب كذلك منتخب البرتغال. ولكن احنا نتكلم على كأس الخليج، هي بوابة وانطلاقة لكثير من المدربين لبروزهم. كذلك مدربين محليين، لما نتكلم على صلاح زكريا في كأس الخليج تامنم اللي وجد في البحرين 86، كان هو مدرب منتخب الكويت وقدر انه كمدرب محلي ياخذ البطولة. فهي كذلك فرصة لبعض المدربين المحليين اللي اعطاهم الثقة لبروزهم في مثل هذه البطولات. هي بطولة مهمة لنا كشعوب خليجية، الإقبال والمشاهدة عليها عالية لشعوب الخليج، المتابعة عليها عالية خصوصا في هذا التوقيت. بس أعتقد الناس يتبعت كأس العالم شوي، الناس تابعت وشبعت بعد كأس العالم، الناس يعني صار عندها تشبع، حتى الأسر صار فيها تشبع كبير في 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 بطولة كأس العالم. ولكن كأس الخليج لها رونق مختلف، لها طبيعة مختلفة، وجود منتخبنا الوطني أكيد فرصة كبيرة للكثير للمتابعة. فأتمنى كذلك أن يكون لنا فرصة أكبر، وأكيد تواجد المدربين المحليين، مدرب المنتخب السعودي مدرب ذكي جدا وقدر ياخذ ياهم انجازات كثيره مع المنتخب السعودي في منتخب تحت 23. فاكيد هو مدرب مهم وسي في عالي، فرصه له في كاس العالم يشرف على مدرب عفوا في كاس الخليج يشرف على مدرب المنتخب السعودي وياخذ معه انجازات كثيره. وايضا يمكن لو نلاحظ المدرب العراقي يمكن تواجده في بداياته اعتقد سنه 2018 تقريبا. فخلنا نتكلم عن تفاصيل التكتيك والتقديم اللي قاعد يقدمه من تدريبات مخصصه. نعم، يمكن شفنا المنتخب العراقي في المباراه الاخيره مع منتخبنا الوطني في المباراه الوديه، الفريق اظهر يعني اسلوب مختلف، بس ما هو العراق اللي كان في السنوات الماضيه. اعتقد يحتاج لشغل المنتخب العراقي، ولكن البطوله تقام في ارضه وسط جمهوره، هذا الامر يعطيه افضليه ويعطيه فرصه اكبر للتواجد ولاثبات نفسه. قد يكون المدرب الان يعرف نوعيه اللاعبين اللي راح يخدمون التكتيك ماله، يبقى التحدي الاكبر في قدرته على يعني مواجهه فريق فرق كبيره مثل المنتخب السعودي والمنتخب العماني في المجموعة. أكيد هي فرق قوية جدا، فمهم جدا يلعب بأسلوب يعني خصوصا الجمهور لن يرضى في العراق، لن يرضى إلا في البطولة، لن يرضى بأمر غير ذلك. فالضغوط على المدرب كبيرة، فهني يأتي دور المدرب في كيفية التعامل مع الضغوط وكيفية استثمار وجود الجمهور لأمور إيجابية لصالح الفريق. كان أيضا الإخوان عندنا في الإعداد محضرين لنا المجموعات اللي راح تكون في البطولة، فخلنا نشوفها مع بعض ونشوف تكافؤ المجموعات. يعني دائما يقول في حصان اسود في المجموعه، انا وجهه نظري يعني دكتور حمد يمكن يبقى الكره الخليجيه واحده يعني باسلوبها، ودائما حتى موضوع التوقع ما نشوف له دور كبير. فرايك بالمجموعات؟ نعم، يمكن المجموعه فيها العراق واليمن والسعوديه وعمان، هي مثل ما تفضلت هي مجموعه يعني تقريبا متكافئه. المنتخب العماني فريق قوي جدا يعني يظهر شخصيه مختلفه في البطولات الماضيه. المنتخب السعودي بي يعني بفريق رديف ان صح التعبير، ما هو فريق ولكن يبقى منتخب سعودي لا اسمه ولا ثقله. المنتخب العراقي هو المنظم وهو المستضيف في هذه البطوله، فاكيد دائما المستضيف يكون له تواجد اكبر ويعني فرصه اكبر في باقي البطولات. اليمن قد يكون هو الاقل حظوظا في هذه المجموعه. في مجموعه A، المجموعه B طبعا اكيد البحرين حامل لقب المنتخب، منتخبنا الكويتي هو الاعلى حصولا على البطولات، ودائما احنا يعني مع منتخب الكويت يعني خلاص على طول احنا ازرق وين كان منتخبنا في اي مستوى في اي فريق دائما احنا معاه. منتخب القطري بعد استضافه كاس العالم اكيد يطمح انه يكون له تواجد اكبر، ومنتخب الاماراتي كذلك يطمح انه يكون متواجد في الصفوف الاولى. هي هذه المجموعه هي الاقوى اكيد، المجموعه بي فيها فرق يعني صف اول، فيها فرق تتنافس بشكل اكبر، فيها حامل لقب، فيها منظم فيها حامل لقب كاس اسيا. ففيها عده امور ثقيله، يبقى احنا دائما ثقتنا في منتخبنا الوطني، ودائما امالنا وامنياتنا عاليه جدا مع منتخبنا الوطني، وان كان في حامل لقب البحرين، وان كان في حامل لقب كاس اسيا هو قطر، وان كان في منتخب مات متطور بشكل كبير، بس دائما احنا عندنا يعني الفرصه الاكبر في ان احنا نكون دائما متواجدين في كل البطولات. في نقطه مهمه ترى دكتور، في مجموعه بي منتخب الكويتي، منتخب الاماراتي، المنتخب البحريني وكذلك القطري، كلهم يعني بنسبه كبيره تم تغيير لاعبين، ولاعبين يمكن يكون اصلا اول مره يكون يخوض بطوله كاس الخليج. هل هذه راح تشكل نقول على الفريق ضغوط ام بالعكس رافع عنه الضغط؟ يعني هي بلا شك راح تكون فيها اكيد بالنهايه كاس الخليج وضعيته مختلفه، اللي لعب كاس الخليج يعرف ان الضغوط اللي فيها عاليه جدا، الضغط اللي فيها اكثر من ضغط اي بطوله ثانيه. اللاعبين احنا وعشنا شفنا الوضع في كاس الخليج، الضغوط اللي فيها من حتى من ناحيه القيادات السياسيه، من ناحيه المتابعه، من ناحيه
يعني متابعة وضع الفريق الضغط فيها أعلى، الضغط النفسي، طريقة تحقيق الحافز والدافع عند اللاعبين أمور صعبة جدا. يبقى ثقافة اللاعب وكيفية التعامل مع مثل هذه المباريات هي راح تكون الفرصة الأكبر لنجاح أي فريق. يبقى عامل السن مثل ما تفضلت غريب هي على طريقة قدرة اللاعب على أنه هو يعني يتعامل مع الضغوط، مع القلق في هذه المباراة، مع امور التوتر والخوف، قدره اللاعب على مثل التعامل في هذه الامور كذي راح يكون لها تاثير. نعم مثل ما قلت ثقافه اللاعب ايضا. نعم. يعني اكمل على سؤاله. نعم. لكن انا كوجهه نظر يعني قاعد اشوف بعض اللاعبين يعني تواجدوا من بعد كاس العالم. نعم. ويعني راح يتواجدون مع لاعبين كوجوه جدد في بعض المنتخبات، هل هذا هم راح يسبب ضغط نفسي او نقدر نقول الثقافه هني تكون اعلى من الثقافه اللي تو الحين بادي في مشواره؟ يعني هي الحين راح ندخل في موضوع نفسي. تبون نتكلم عن الموضوع نفسي، نتكلم عن الموضوع بشكل عام. اي بشكل عام نتكلم عن موضوع نفسي، على موضوع القلق. قلق المنافسه الرياضيه هو قلق عند كل اللاعبين، امر طبيعي جدا يكون عند اللاعب، خصوصا اللاعب اللي يكون في مقتبل العمر. امر القلق والتوتر امر موجود عند اللاعب. نعم. فهني نتكلم على جزء اخر وخص خبره اللاعب. في لاعبين صغار بعمر صغير لكن عنده الخبره وعنده الدرايه في كيفيه التعامل. غالبا اللاعب الصغير يكون ما عنده الخبره، ما اخذ الوضعيه الكافيه في انه هو يمارس ويلعب. كل الامور هذه لو نقولها عن عمر اللاعب والثقافه والخبره كلها في كل اللاعبين تلعب دور مهم ودور مؤثر، باستثناء اللي صار قبل يمكن كاس العالم الماضي اللي صار مع مبابي يا جماعه، يعني خرب وكسر كل المواضيع النفسيه. اللي صار في نهائي كاس العالم صحيح صار امر استثنائي. خلاص. لاعب بعمر صغير بهذه الرغبه بهذه الصلابه النفسيه بالسيناريو اللي بالمباراه نفسها بالامر. لا هو سجل هاتريك. يعني لعب او شدد بلنتيات صعبه جدا، ما في لاعب بالعمر هذا بهذا العمر ويلعب وسدد ركله الجزاء والترجيح في النهايه بهذا الصلابه وهذه الثقه. فهني ياتي دور تنشئه اللاعب وكيفيه صقل مثل المواهب اللي عند اللاعب، ثقافه اللاعب. نعم. الجانب الذهني عند اللاعب هو جانب مهم جدا، لذلك احنا بنتكلم عن قلق المنافسه الرياضيه ينقسم الى اقسام عده، من ضمنها شيء يسمونه كوجنيتيف انزايتي او قلق المعرفي اللي يكون بذهن اللاعب. اللاعب توقع السلة، توقع لعدم النجاح، هني راح يكون له تاثير كبير على اداء اللاعب. يمكن دكتور الان حاضره معنا قائمه منتخب الكويت كاسماء، رايك في يعني القائمه؟ هل دائما ما في اتفاق؟ انا هذا اللي أكيد. هذا اللي انا اتفق عليه وياك يعني. نعم. ومع كل من يحضر الاستديو اتفاق ما في، لكن بمشاهدتك باطلاعك هل تشوف انه راح تكون قائمه يعني تعين المدرب المنتخب الكويتي؟ يعني هي قائمه جديده صح التعبير، يعني في لاعبين خبره، خالد محمد ابراهيم، سلطان، احمد الظفيري، فيصل زايد، هذول لاعبين خبره شوي، سليمان عبد الغفور، عندهم خبره في اللعب في البطولات هذه، ولكن باقي اللاعبين لاعبين صغار فرصه لهم للبروز والاثبات نفسهم في عالم كره القدم. بطولة عليها تسليط إعلامي كبير وأضواء كبيرة في وسائل الإعلام، فرصة لبروز نجوم كثر. يعني احنا شفنا احنا كأس الخليج فرصة لبروز نجم مثل بشار عبد الله في كأس الخليج 13، بدر المطوع، بدر المطوع كذلك. ففي لاعبين كثر بروزه وفي كأس الخليج، كانت كأس الخليج بوابة لهم للانطلاقة ولبروز وبزوغ نجمهم، فرصة كثيرة كبيرة للاعبين. إن شاء الله أتمنى أن يكون عندنا نجم كذلك آخر في هذه البطولة، إذا ما كان نجم أكثر من نجم إن شاء الله، وان شاء الله نتمنى توفيق لمنتخبنا في هذه البطوله، وان شاء الله يكون الفوز هو حليفنا. ان شاء الله نتمنى هالشيء من الاسماء الجديده. يعني مثل ما نقول انت تطرق قلت هذه هي تعتبر بوابه لفتح الاسم انه يعتبر للامام يكون نجم، لكن مثل ما انت شايف بعد مع هذه الاحتكاكات بين المنافسات الوجه الجديد باكر ما تدري يعني يمكن ياخذنا منتخبات اخرى. فمن ناحية أخرى خلينا نتكلم أيضا عن القائمة الثانية بالنسبة لباقي المنتخبات، لو نقول مثلا قائمة اليمن. نعم، يعني هي بلا شك اللاعب لو برز راح يتم استعانة فيه في أندية أخرى أكيد، يعني هو وجوده فرصة للاحتراف في أندية أخرى مثل ما تفضلت. فأكيد أن كأس العالم فرصة أو كأس الخليج فرصة للاعب أنه هو يبرز في منتخبنا الوطني، ومن ثم تأتي عروض في أندية أخرى، أندية أكبر، ومن ثم يتم التعاقد معه. منتخب اليمن كذلك فرصة للفريق أنه يكون مشارك في هذه البطولة ويشارك بنوعية لاعبين يعني جدد. دائما المنتخب اليمني يعني دائما مستوى يعني هو الأقل حظوظا بين فرق المجموعة، أكيد بمجموعة ناشئة وجديدة يطمح أن يكون كذلك موجود في ضمن الفرق اللي تتمنى وتتأهم يكون لها تواجد وترشح في
بطولة كأس خليج أكيد يعني في عودنا المنتخب اليمني ما يكون في اسم يعني معروف. نعم. وقت البطولة يبرز الاسم مثل ما حصل يمكن علي النونو كان. نعم. في فترة من الفترات لاعب مهاري وكان سريع. يعني يكون في لاعب لاعبين ويمكن هذا يرجع أيضا لعدم وجود نقول مثلا مسابقة قوية عندهم. صحيح. لاعب إذا كان محترف برا يعني مثلا عندنا بالقوائم المنتخبات الأخرى غير المنتخب اليمني تشوف مثلا في اسماء لاعبين متواجدين في الدوري الاماراتي في الدوري القطري الكويتي سواء من المنتخب العماني او من قول منتخب البحرين او حتى من الفريق العراقي نفسه متواجدين. اما الفريق اليمني يظل هذه نقطه يعني مهمه. انا دكتور حمد أنا بعد ما درست الجانب النفسي لو يرجع فيك الزمن تعاملت مع مباريات نقول كان يفترض ان نفسيا تتعاطى معها بطريقه مختلفه؟ اكيد اكيد يعني الخبرات اللي تاخذها بعد فتره تعرف ان في امور كثيره انت يفترض تدخل فيها بطريقه مختلفه. لما تتكلم عن المنتخب اليمني احنا في كاس خليج 18 اللي اجري في الامارات كانت اول مباراتنا مع المنتخب اليمني ولعبنا لعبت المباراه هذه انا. يعني احنا كوضع فريق كان عندنا فرصه اكبر للفوز ولكن نتكلم على دائما ارجع اقول كاس الخليج جانبين، جانب ذهني وجانب نفسي. نعم. هم اللي يرجحون كفة الفريق، الفريق اللي قد يكون عندك مهارة فنية عالية جدا. نعم. وفريق قوي جدا من ناحية المهارية وناحية الفنية ولكن الجانب الذهني والجانب النفسي ما هم معد بشكل. نعم. كبير. لما نتكلم كأمثلة نتكلم مثلا كأس خليج العاشرة أجريت في الكويت كان منتخب الإمارات الشقيق هو منتخب واصل لكأس العالم. نعم. بفريق قوي جدا بفريق يعني المهارات الفنية. نعم. والإمكانيات عالية جدا ولكن لما لعبوا معنا في الكويت كأس خليج العاشرة في 6-1. صحيح. هني نتكلم على جوانب نفسية. جوانب نفسية وان كان مهارات عالية الإمكانيات عالية ولكن يبقى فيه جوانب نفسية وجوانب ذهنية هي اللي راح ترجح كفة فريق دون الآخر. فدائما نتكلم عن الأمور النفسية هي تلعب دور مهم في كيفية تفضيل فريق دون آخر. نعم يعني الحين قاعدين نشوف أيضا قائمة منتخب السعودية والأسماء المتواجدة حاليا فرأيك في هذه الأسماء؟ نعم يعني نفس اللي قلناه في قائمة الفرق الأخرى دائما يكون هي الافضليه لقدره الفريق على اثبات اللاعب قدرته على اثبات نفسه في هذه البطوله. في لاعبين امكانياتهم عاليه وعندهم القدره الفنيه في انهم يبرزون ولكن في كاس الخليج لضغوط نفسيه ولامور اخرى قد اللاعب ما يظهر في مستواه الطبيعي فهني يكون التاثير للاعب دون الاخر. هي قائمه جديدا صح التعبير ولكن. نعم. فرصه كبيره للاعب انه هو يبرز. نعم. ويكون له تواجد اكبر في 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 في, في, في ناديه في البدايه. نعم. اكيد هم لاعبين ما لعبوا في انديتهم الاساسيه. نعم. فيكون له فرصه انه يبرز في ناديه ومن ثم اللعب في المنتخب الاول لمنتخب السعوديه الشقيق. بس هذه معلومه يمكن هم اغلب اللاعبين هم ابطال تحت 23. صحيح. اسيا وهذا يمكن يكون نرجع الى موضوع العامل النفسي كان عندهم ثقافه الفوز تحقيق البطوله. نعم. هذه لها دور راح تكون دكتور. لكن ايضا المنتخب الاماراتي ويمكن قائمه الاسماء وابرز ما حصل ان علي مبخوت هدافهم. نعم. نقول التاريخ للمنتخب الاماراتي بالفتره الاخيره هو الهداف يغيب عن القائمه وفي كلمه يعني يمكن كانت من كابتن شهاب بالامس. نعم. ان اسلوب كره القدم الحديث ما عاد انت تتكلم انه في لازم لاعب باسم راس حربه صريح. نعم. رايك يعني اختلف عالم كره القدم لما تتكلم على الفرق العالميه ما في لاعب مهاجم صريح. نعم. لما تتكلم على يونايتد يلعب مارشال وهو لاعب راس حربه تتكلم. نعم. على مثلا على ليفربول يلعب مثلا محمد صلاح مرات. نعم. يلعب نونو جوميز تتكلم. نعم. على مثلا تشيلسي يلعب بلاعب ليس براس حربه فالان الفرق ما بدات تعتمد على راس حربه اكثر ما هو لعب جماعي. نعم. المنظومه تكون جماعيه اللعب يكون والاسلوب يكون جماعي اكيد غياب يعني لاعبين مهمين في الامارات هي فرصه لبروز نجوم اخرين واحنا اكيد كذلك غياب بدر مطوع يمكن. نعم. لاول مره فتره طويله اكيد كذلك يؤثر ولكن كذلك غياب النجوم راح يكون فرصه اكبر لنجوم اخرين او لولاده نجوم اخرين في هذه البطوله وتكون فرصه كبيره لهم لبروزهم في هذه البطولات. وهنا نعم هذا ممكن المنتخب العماني. نعم. ايضا موجود معنا. نعم. اسماء تغيب اسماء تحضر لكن هذه المنتخبات يمكن فريق السيب العماني. نعم. استطاع الحصول على بطولة اللي هي كأس الاتحاد الآسيوي. نعم. وهذه نقول حتى انعكاسات الفرق المحلية في مشاركاتها الخارجية هل يكون لها دور على منتخباتها؟ أكيد يعني أكيد هي النجاحات المحلية تؤتي ثمارها على المشاركات الدولية وعلى المنتخبات لاعبين. نعم لاعبين جدد يمكن ما سبق إحنا يمكن نعرف بعض اللاعبين مثل
مثل فايز رشيدي، احمد الخميسي، هذول كل لاعبين معروفين موجودين في عالم كره القدم. في بعض اللاعبين كذلك مشاركين في المنتخب العماني في القائمه، ولكن يبقى كذلك المنتخب العماني من المنتخبات اللي دائما يلعب بصوره جماعيه. فدائما نجاحات جماعيه باسلوب جماعي وباسلوب اللاعبين. قد ما يكون هناك النجم الابرز، ولكن هناك نجوم عده هم اللي دائما ياهلون الفريق ويخلون الفريق دائما في مصاف الدول المتقدمه. نعم، ونشوف الحين من قائمه المنتخبات بشكل سريع لمنتخب القطري، يعني في اسماء متواجده، خلينا نتكلم عنهم. نعم، يعني يمكن منتخب القطري غياب يمكن ست سبع اسماء عن قائمه كاس العالم. فالفريق افترض يكون هو الاكثر جهوزيه من ناحيه فنيه. نعم، منتخب قطري. وفرصه لها لتعويض الصوره السيئه اللي ظهر فيها في كاس العالم. فكذلك هو ياتي بانه هو بطل اسيا، وهذا الامر يترك عليه ثقل وحمل كبير جدا في هذه البطوله. فقد يكون له فرصه للتواجد بشكل اكبر في هذه المجموعه في هذه البطوله، وان كان قائمه اسماء قائمه مؤهله، خصوصا طلعوا معسكر طويل جدا قبل كاس العالم، ولكن يمكن ما كان لهم فرصه في البروز واثبات قدراتهم في كاس العالم. الان فرصه لهم لمواصله نجاحات هذه، بانهم يعني مواصله نجاحات اللي كان متوقع منهم انهم يقدمون صوره ايجابيه في كاس الخليج. يمكن دكتور يبقى ايضا معنا ايضا قوائم اخرى عندنا، يبقى المنتخب البحريني البطل. نعم، والمنتخب العراقي معنا الان منتخب البحرين البطل. تغيرت اسماء الفريق يعني عدد كبير حسب ما نشاهد. رايك حتى في نقطه يمكن خلاص ما عاد هي مغيبه، انه يكون اسم واضح من اسم اللاعب انجليزي، استعانه المنتخبات باللاعب اللي يكون مو من اصول البلد نفسها، هل انت مع ام ضد؟ وزائد ان تغيير الاسماء. نعم، يعني يمكن نتكلم عن قائمه المنتخب البحريني. اكيد يعني في عده لاعبين كانوا مشاركين في كاس الخليج الماضي. نعم، وكانوا هم الابطال. اللي كان يميز المنتخب البحريني في البطوله الماضيه انهم لعبوا في فريقين مختلفين. نعم، فكان يلعبون في كل مباراه في فريق مختلف، وهذا كان يمكن اسلوب جديد لعبه المدرب، بانه هو دخل نهج جديد في انه في كل مباراه يلعب ب 11 لاعب مختلفين. نعم، هذه الطريقه اعطى فرصه للاعبين للتنافس على المقعد الاساسي، اعطى فرصه كبيره للاعبين لاثبات قدراتهم واثبات نجاحاتهم في من هو المؤهل انه يكون من ضمن 11 لاعب الاساسيه. فالبحرين دائما متواجد، والبحرين دائما يعني خصوصا انه خذ الثقه انه خذ البطوله. نعم، فدائما اوصل ليفل هذا اعتقد عنده الثقافه وعنده القدره في انه يكون كذلك منافس على هذه البطوله. نعم، طبعا. وبالاخير نقدر نقول من قائمه المنتخب العراقي، يعني نبي نعرف التفاصيل على الاسماء اللي موجوده والمناسب المنافسه اللي راح تكون متواجده من اللاعبين والقائمه اللي قاعد نشوفها الحين. نعم، كشفنا منتخب عراقي امام منتخبنا في المباراه الوديه، فريق قوي جدا يمتاز بالبنيه الجسديه القويه، هذا يمكن الامر اللي يخلي الفريق شوي ممكن يكون منافس بقوه على هذه البطوله. والبطوله كذلك تقام في ارضه وسط جمهوره، وهذا الامر يعطيه افضليه كبيره جدا على باقي الفرق. علي فايز لعب في نادي القادسيه ولعب في الكويت، فهو لاعب مهم في منظومه المنتخب العراقي. ودائما العراق يمتاز بقوه والسرعه، عامل الارض والجمهور كلها امور قد يعني تعطي العراق افضليه في هذه البطوله في انه يكون متواجد في ادوار النهائيه. دكتور حمد طيار، كل الشكر لك يعني اللي اعطاك هذه المعلومات، وايضا يعني تحليلك للقوائم وايضا المدربين. ان شاء الله يكون لنا لقاء قادم مع مباريات البطوله. اعزائنا المشاهدين، مستمرين معكم مع فقراتنا في استديو رياضه، خلكم معنا بعد هذا الفاصل. نشر حساب الاتحاد الكويتي لكرة القدم في الانستغرام صور لاستعدادات المنتخب الوطني لمنافسات خليجي 25. العمل يتواصل، عنوان بوست المنتخب السعودي عبر الانستغرام استعدادا لبطولة الخليج. في حسابه على الانستغرام نشر الاتحاد القطري لكرة القدم قائمة العنابي المشاركة في البطولة. وصل المنتخب العماني للبصرة مساء أمس وأجرى أولى تدريباته على الملاعب الفرعية للمدينة الرياضية. حساب المنتخب الإماراتي ينشر صور للتدريبات عبر الإنستغرام وأمام وسائل الإعلام. عبر حساب الاتحاد العراقي لكرة القدم تم نشر صور لتدريبات المنتخب العراقي استعداداً لمواجهة الافتتاح أمام المنتخب العماني.
مشاهدينا رجعنا لكم من بعد ما شفنا الفقرة المخصصة عن ترند خليجي وهذه الأجواء اللي قاعد نعيشها الحين وفي الأيام القادمة إن شاء الله. لكن في البداية عندنا ضيف، الضيف الصحفي الرياضي ناصر الفضلي، حياك الله في البداية. أهلا وسهلا وشكرا جزيلا إخواني على الاستضافة وتحت الفرصة. أستاذ ناصر الفضلي، يمكن خلاص يعني هي أيام وتبدأ بطولة غابت عن العراق 30 عام، يعني من عام 1979، يعني يمكن حتى أكثر من 30 عام، يعني نصل ل 40 سنة. بالبداية نتكلم عن بالنسبة للبطولة أهميتها بالنسبة للعراق كاستضافة، خلينا نتكلم عن هذا الجانب. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا أعتقد أن الشارع الرياضي بشكل عام في العراق أو الشعب العراقي بشكل عام تواق ومشتاق جدا لبطولة الخليج، خصوصا أن المنتخب العراقي في نسخ عديدة لم يتسنى له المشاركة في البطولة، فأعتقد أن لهم طعم، لها طعم خاص بالنسبة للرياضيين العراقيين سواء اللاعبين أو مدربين فرق وحتى جماهير الرياضية. الكل يعلم أن يعني منتخب العراق لما يلعب أي مباريات سواء تصفيات أسيوية أقليمية أو بطولة خليج بطولة قارية أو كأس خليج، الشعب العراقي يعني في شبه إلى حد ما من الجماهير الجمهور الأرجنتيني اللي تابعناه في كأس العالم. أنا أقول الأمثلة تضرب ولا تقاس، لكن أنا أعتقد من باب الشبه يعني في حماس كبير. نعم. عندنا في الكويت يعني أغل وطأة، لأن إحنا باعتبار منتخب الكويت حقق اللقب في 10 مناسبات، لكن أيضا هذه البطولة أنا أعتقد وأكرر هذا الكلام مرة ثانية أن اتحاد كرة القدم يجب أن يضع هذه البطولة في الحسبان على أنها بداية خارطة الطريق للأزرق الوطني. نعم. كما انطلق في بطولة 70 في مملكة البحرين وحقق لقبها، في 72 في المملكة العربية السعودية الشقيقة أيضا حقق اللقب، في الكويت عندنا 74، فكانت بطولة الخليج هي بداية انطلاقة منتخبنا الوطني. نعم. الاتحاد، اتحاد كرة القدم أنا أعتقد هذه فرصة مناسبة، فرصة ثمينة جدا لأن يستثمر هذه البطولة. أنا ذكرت قبل هالمرة أن في النهاية هناك بطل واحد من 8 منتخبات المشاركة. نعم. فتحقيق هذا البطل لا يعني إلغاء العمل اللي تقوم فيه 7 منتخبات أو الاتحادات القائمة على هذه المنتخبات، فإحنا هذه فرصة ان احنا ان شاء الله نبدا ملف جديد في كره القدم الرياضه الكويتيه. صحيح ان البعض قد يكون متشائم، لكن انا مو من هذه الفئه، انا متفائل ان شاء الله، ودائما اذا كان في عمل في انضباط في خطوات جاده ومدروسه، تبني الدوله والحكومه للرياضه الكويتيه وخصوصا كره القدم اسوه باخواننا في المملكه العربيه السعوديه الشقيقه والامارات وقطر، خصوصا ان الحمد لله احنا مو ناقصين عنهم يعني في الثروات والخيرات الحمد لله. فأعتقد أن الأزرق بإذن الله متفائل أنه يقدم أقل شيء بعيد عن الضغوطات، يقدم صورة لائقة ومستوى جيد يكفل له بلوغ نصف النهائي. طبعا مو غريب عليهم يعني المنتخب الأزرق، للأمانة نتمنى لهم كل التوفيق وقلوبنا معاهم. وأيضا أنا جدا سعيدة في هذه الظاهرة اللي شفناها، الحضور متميز في العراق والجمهور العراقي أيضا، ونقدر نقول المنافسة الأسرية الودية الجميلة أخوية في الأخوية، نقدر نقول أيضا فعلا نحن أخوان في إطار رياضة طبعا. إيه نعم، فهذا راح يعطي ودية ومنافسة رائعة، يعني كلنا متشوقين سواء إذا الكويت فازت أو ما فازت تلقون إحنا قاعد نشجع العراق، سواء ما فازت أو ما فازت تلقونا قاعد نشجع، يعني هي بالآخر رياضة دول خليجية. رياضة صحيح. نعم، الحين قاعدين نشوف من الترندات اللي متواجدة، نشر حساب الاتحاد الكويتي لكرة القدم في الانستغرام صور لاستعدادات المنتخب الوطني لمنافسات خليجي 25، ما رأيك؟ طبعا منتخبنا الوطني كان لعب في مباراة تجريبية أمام الشقيقة العراقي وخسر بهدف، أنا أعتقد هذه المباراة كان غرض منها التواجد عن قرب في الأجواء المدينة البصرة اللي راح تستضيف البطولة. منتخبنا الوطني عاد بعد هذه المباراة، أجرى تدريبين قبل مغادرته اليوم صباح اليوم بطائرة خاصة إلى مدينة البصرة. المنتخب وصل لمدينة البصرة، من المقرر أن يخوض حصة تدريبية على الملعب الفرعي لاستاد الميناء اللي راح تضم منافسات المجموعة الثانية اللي تضم منتخبنا الوطني مع قطر والبحرين والإمارات. فأعتقد أن القرار كان ممتاز في أنه ان المدرب بعد معسكر الامارات، البرنامج مع تحضيرات المنتخب انا اعتقد كانت مدروسه من المدرب البرتغالي بنتو، واعتقد ان المدرب اخذ فكره عن اللاعبين عن قرب. التشكيله اتوقع راح تكون مثاليه، المدرب
أعلم وأدرى باللاعبين الأجهز اللي راح يخوضون منافسات البطولة من اللاعبين 23 اللي تم اختيارهم، وكل التوفيق لمنتخبنا الوطني إن شاء الله أمام قطر في افتتاح مشوار. أستاذ ناصر، يعني أيضا هناك كان بوست آخر للمنتخب السعودي من خلال الانستغرام، العمل يتواصل والتحضيرات لبطولة خليجي 25. صارت الفكرة بالنسبة لنا الآن أن مثل هذه المنتخبات لها خطة مدروسة استراتيجية واستراتيجية، نعم، أيضا موضوعة بأن بطولة الخليج هي انطلاقة وتحضير فريق آخر، ما يعطي إن الضغط على اللاعب وعلى المنتخب أن لابد أن يتحصل على البطولة. رأيك هل اللاعب يقدر أن يخرجونه من هذه الأجواء أم يبقى يعني التحضير أهم؟ شوف، بالنسبة لبطولة الخليج عودتنا يعني على مدى انطلاقتها من سنة 70، دائما بطولة الخليج ولادة للاعبين النجوم لمنتخبات الخليج يعني، نعم، بشكل عام. الآن بطولة الخليج أصبحت يعني ذات غرض أو هدف، يعني كل منتخب قرر مشاركة في هذه البطولة. مثلا المنتخب السعودي الشقيق تابعنا لما شارك المنتخب الأول، حقق نتائج ممتازة أمام الأرجنتين، الفوز على حامل لقب بطولة كأس العالم. والأرجنتين ثلاث سنوات ما خسرت و36 مباراة متتالية لم تخسر، وبرت كوبا أمريكا. فالمنتخب السعودي أنا أعتقد كان ممتاز في كأس العالم، صحيح أداءه كان يعني كان ممتاز ايضا امام بولندا وخسر، نعم، بهدفين، نتيجه ما كانت عادله، نعم. فالاتحاد السعودي اعتقد ان عنده استراتيجيه واضحه، ان بطوله مثلا كاس اسيا تحت 23 سنه اللي حقق لقبها في اوزبكستان، نعم، كانت بقياده المدرب سعد الشيري، اتوقع هو اللي راح يكون مدرب المنتخب السعودي. المنتخب السعودي راح يشارك بالفريق الرديف اللي عفوا الاولمبي مطعم بلاعبين نجوم. فاتوقع ان طبعا واضح ان المنتخب السعودي او الاتحاد السعودي او القائمين على الرياضه في المملكه العربيه السعوديه الشقيقه وكره القدم بشكل خاص في استراتيجيه واضحه، في دعم هائل. امس تابعنا انتداب نادي النصر وتعاقده مع كريستيانو رونالدو بمبلغ فلكي خيالي، اي لاعب ما يقدر يعني يرفض هذا العرض، وهذا العرض اللي اتوقع انه يكون له اهداف بعيده مدى، يعني منها ترويج لكره الرياضه، استقطاب وانظار المتابعين الى الدوري السعودي على المجال الاعلامي، على المجال الاقتصادي، وايضا على المجال الفني. اعتقد لما النصر يتعاقد مع نجم كبير من افضل لاعبي العالم كريستيانو رونالدو، اعتقد الهلال ما راح يترك العمليه، وممكن يتعاقد مع لاعبين اخرين في اسماء ذكرت، ان الاعلام ذكر ان مثل سيرجيو راموس، مثل مودريتش ايضا كان في مفاوضات معهم لانتقالهم الى الدوري السعودي، هذا راح يعطي نهضه كبيره. فاذا هناك عمل واضح، يعني في تابعنا المنتخب السعودي الاول في كاس العالم ونتائجه الممتازه على مجال على على مستوى الدوري، والكريستيانو رونالدو، وهنا اعتقد في لاعبين اخرين راح يقدمون. المنتخب الاولمبي الرديف حقق بطوله كاس اسيا في اوزبكستان، وحاليا راح يشارك في بطوله الخليج. فانت اكيد يعني المنتخب السعودي والقائمين على الرياضه السعوديه يصيرون في الطريق الصحيح. نعم صحيح، وايضا قاعد نشوف ايضا استعدادات نقدر نقول المنتخب العراقي عبر حساب الاتحاد العراقي لكره القدم، شفنا من بعض المقتطفات قبل شوي ايضا صور عن تدريبات والاستعدادات ان شاء الله للبطوله، فرايك في هالموضوع؟ المنتخب العراقي يعني اعتقد اخر لقب حقق المنتخب العراقي كان كاس اسيا 2007 اتصور، اللي نعم، في اقيم في اربع دول، نعم، وتمكن من الفوز على المنتخب السعودي الشقيق بهدف يونس محمود. صحيح، بعد هذا اللقب المنتخب العراقي اعتقد كرة القدم او الاتحاد العراقي يعاني من تجاذبات وكثرة التغيير، نعم، وايضا هذا الغى بظلاله على مصير الجهاز الفني. فشفنا اكثر من مدرب خلال فترة وجيزة، يعني تعاقدوا مع المدرب السلوفاكي اللي وكان الهدف انه الوصول الى كأس العالم، اثناء تصفيات كأس العالم تم الاستغناء عن المدرب السلوفاكي والاستعانة بمدرب اخر. فانا اعتقد هذه اثرت كعمل اتحاد عراقي، اثر على مردود المنتخب العراقي، وبالتالي ما شفنا المنتخب العراقي ينافس او حقق بطولة منذ كأس آسيا النسخة الوحيدة او اللقب الوحيد اللي حققه المنتخب العراقي. اتصور ان المنتخب العراقي حاليا عنده فرصه، عامل الارض والجمهور راح يكون سلاح
قوي جدا ومؤثر، خصوصا ان اعتقد شغف ورغبه وحب وحماس الجمهور العراقي يبي البطوله هذه اكثر من اي منتخب او شارع رياضي خليجي، باعتبار ان منتخبنا الوطني كان طبعا هذا حق مشروع لكل المنتخبات انها تنافس على البطوله وحق مشروع انها تغلغ، لكن انا اشوف ان نسبيا المنتخب العراقي عنده رغبه اكثر ان احراز هذه البطوله، خصوصا انه ما حققها يعني من فتره طويله. استاذ ناظر الفضلي، كل الشكر لك تواجدك معنا اليوم في استوديو رياضه، على امل لقاء فيك في حلقات قادمه، ايضا مع انطلاق البطوله راح تكون اكثر الاحداث إن شاء الله متواصله ومتواليه في بطوله كاس الخليج. شكرا جزيلا، يعطيك العافيه. اعزائنا المشاهدين، وصلنا معكم كذي الى الختام، نلقاكم ان شاء الله في الغد في نفس التوقيت، الى ذلك الحين نترككم في رعايه الله.